مطول شحنك لا ان شاء الله يا رب بسرعة. يلا إذا أبي أوصف شخصيتي ممكن أقول إن أنا شخصية مرحة، عندي شوية جنون، بنفس الوقت قوية ومستقلة، أحب الناس وأحب شغلي. إذا أبي أقيم روتيني اليومي تبين الصج، ممكن أقول إن أنا 5 من 10 بأيامي الطبيعية، ويعني -5 من 10 بأيامي اللي هي فيها تصوير وشغل وسفر، لأن ما أهتم وبنفس الوقت ما أشرب مي وايد، بس يعني أحاول كثر ما أقدر إن أنا أشد حيلي بهالسوالف. أنا اللي ببالي الصبح لما أحط ميك اب إنه ودي يكون في شيء، شفتي الفيديوهات اللي بحطوا هيك وجههم وبعدين بيطلعوا فيهم كلهم ميك اب؟ هذا اللي أنا بخاطري يصير بالعالم. أول مرة حطيت ميك اب حقيقي، ميك اب صجي، يعني كان أول يوم بالتصوير، ما أدري إنه هم يحطون كذي وايد ميك اب، فمن هاليوم خلاص صار الميك اب يعني شيء ملازمني كل يوم. هني كنت يعني أول يوم أبلش أحط فيه ميك اب.